عزيزي المشاهد، مساء الخير واهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من برنامج طريق التنوير. اعتدنا في برنامجنا ان احنا نناقش القضايا اللي بتبقى مثاره على الساحه، القضايا اللي بتكون محل جدل، وكل غرضنا من حواراتنا ان احنا نتقدم بمصرنا الى الامام، منطقتنا العربيه تبقى منطقه متقدمه تواكب حضاره القرن الحادي والعشرين. عشان كده حلقتنا النهارده هتبقى مخصصة لموضوع مهم جدا، لماذا تخلفنا ولماذا تقدم الآخرون. والحقيقة هذا العنوان هو عنوان كتاب مهم لضيفنا العزيز النهاردة، الكاتب الصحفي والمفكر المرموق الأستاذ شريف الشباشي. ليه احنا بنتأخر وليه الآخرون بيتقدموا؟ هل في عوامل للتقدم احنا مش قادرين نوصل لها؟ هل في حاجات لازم نعملها مش قادرين نعملها او مش عاوزين نعملها؟ كل الحاجات دي هي اللي هنناقشها النهارده مع ضيفنا الكاتب الكبير الاستاذ شريف الشباشي. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك، وانا سعيد جدا بوجودي هنا قصر رفعت، وسعيد بالساده المشاهدين الكرام، وسعيد ايضا بهذا الموضوع الهام جدا جدا، لانه احنا دايما نقول احنا متاخرين والناس متقدمين. طيب ليه؟ اكيد في سبب. طبعا حضرتك سافرت بره كتير طبعا، وعشت فتره كبيره من حياتك في فرنسا، وبالتاكيد شفت وتعاملت مع ناس وعملت مقارنات ما بين اوروبا وما بين بلادنا. خلينا الاول نتكلم عن احنا ليه متخلفين، اسباب التخلف يعني. هو زي ما تفضلت حضرتك، انا زرت 66 بلد. 66 بلد؟ 66 بلد، رقم مش صغير يعني. طبعا. وعشت في فرنسا اكثر من نصف حياتي العمليه. مش نصف حياتي، عشان ايه؟ انا بقيت راجل عجوز دلوقتي. لا ربنا يديك الصحه. لكن نصف حياتي العمليه. يعني عشت 22 سنه في فرنسا بلا انقطاع. فزي ما تفضلت حضرتك، بالفطرة كده وبالطبيعة الواحد لما يشوف هذه الأماكن الجميلة والشوارع النظيفة وسلوكيات الناس الراقية وكل حاجة ماشية بسهولة وما فيش مشاكل كثيرة والمرور ماشي بطريقة سلسة وجميلة، طب ليه؟ طيب ازاي بلدي اللي هي بلد الحضارة، بلد أعظم حضارة، أم الحضارات؟ أنا فاكر ليوبول سيدار سنجور رئيس جمهورية السنغال والشاعر العظيم والمفكر العظيم، كنت أنا أعرفه معرفة طيبة على فكرة وأنا في باريس، وكان دايما يقول لي مصر هي الرحم الحضارات كلها. يعني مصر دي رحم الحضارات، رحم الحضارات دي كلها. كل الحضارات دي طلعت من إيه؟ من مصر، من الحضارة، من مصر ومن الحضارة المصرية. فليه إحنا ليه وصلنا لهذا المستوى؟ يعني نحن في حالة تخلف ثقافي وحضاري خطير، ومش لازم نخاف من هذه الكلمة. الناس تقول انت ازاي تقول، لا اقول ونص كمان، نحن في حالة تخلف تام ثقافيا وحضاريا. ليه دي بقى لب الموضوع، وليه ده اللي احنا رافضين نفهمه؟ لاننا نخلط ما بين السبب والظاهرة. يعني زي ما يجي طبيب يجي يزور مريض يحط البدله الحراره يقول ده عنده 40 حراره، 40 درجه، 40 درجه حراره. ده مش مرض، يقول لك هو ده، لا ده مش المرض، ده عرض. ده يعني ده المرض خلى يبقى عنده درجه حرارته 40، درجه حرارته 40، لكن هو عنده بقى جواه اما فيروس او 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 بكتيريا معينه او يعني شيء، يعني في مرض معين داخل جسمه هو اللي خلى جسمه بهذه الصوره. احنا بنقول الفقر والجهل والمرض، ده مش هو ده سبب التخلف، دي كلها اعراض، دي اعراض. لكن سبب التخلف ايه بقى؟ دي قصه طويله جدا جدا، يعني انا كتبت فيها كتاب زي ما حضرتك تفضلت، وكتاب الحمد لله نجح نجاح نسبي، يعني الناس ما بتقراش قوي في مصر يعني، لكن او الناس تفضل تقرا حاجات تانية يعني، لكن نجح نجاح نسبي هذا الكتاب. وقلت فيه بصراحه شديده جدا جدا اسباب هذا
التخلف، ويمكن أن ألخصها في نقاط، نقوله في نقاط، يمكن أن ألخصها في نقاط. أولها التطرف. التطرف الديني ولا الفكري؟ الاثنين، هو الديني طبعا، الديني يؤدي للتطرف الفكري. الديني يؤدي للتطرف. وأنا يعني أرى أن التطرف ده ثقافة. يعني للأسف الشديد أن هناك، أنا دايما أهاجم التطرف الأوضح اللي هو التطرف الإسلامي، التطرف الديني الإسلامي. شوف الشيوخ اللي بيطلعوا لنا بقى لهم 40 سنة ويحضوا الناس ويحرضوهم على الكراهية وعلى الحقد وعلى باسم الدين. طبعا الدين لا علاقة له بهذا، لكن دول بيطلعوا ويحضوا الناس على الكراهية، تكره المسيحي وتكره الشيعي وتكره العربي وتكره الأوروبي وتكره الأمريكاني وتكره الفرق. ليه كده؟ ليه؟ فهذا هذه الكراهية. لكن يعني اكتشفت أن في الجانب المسيحي أيضا هناك ناس متطرفين جدا. حسيت تطرف من نوع مختلف، حسيت بيه على فيسبوك. الحقيقة ازاي؟ في ايه بالظبط؟ يعني بدأت من حوالي سنة. انا قاعد بدرس، انا دايما بقرا في التاريخ، وانا اعرف طبعا المصلح، اول واعظم مصلح مسيحي اسمه يان هوس. يان هوس هو كان من التشيك بلد، وده عمل عملية اصلاح قبل بقى، قبل مارتن لوثر، قبل مارتن لوثر بحوالي 100 سنة. يعني هو هم حرقوه، لانه قتلوا اعدموهم حرقا. فانا بقرا عن ده، فلقيت احنا مثلا كنا مش فاكر اليوم يعني حقيقه، يعرفيني من اليوم، لكن نقول النهارده ايه؟ النهارده الاربع، بالاربع، نقول يوم الاربع مثلا 14 اكتوبر مثلا. فقلت الله، ده هو مات في اليوم اللي احنا فيه ده. فرحت كاتب على فيسبوك اليوم الذكرى، هو 400 وسأل مثلا ال 500 ليه وفاة فلان، وفاة يان هوس المصلح العظيم الذي أحرق في مدينة كونستانتا. فأفاجأ بردود أفعال غريبة جدا. طب ليه؟ ماذا تقصد؟ هل تقصد أن المسيحية تحرق؟ أنا قلت حاجة، ده وقعة تاريخية لا يجهلها إلا الجاهل. أيوة، كان في حرق فعل في تاريخ المسيحيين يعني، وفي تاريخ المسلمين كمان. وفي تاريخ المسلمين كمان. بص، هي ثقافة، هي ثقافة. فقلت الله، طب ليه كده؟ المهم، فوت من أيام قليلة برضو أفاجأ بحملة شديدة جدا علي، لأنه قلت أنه من الجانبين، يعني ما معنى حملة بقى لا تتخيلها، انه ماذا تقصد؟ وهل المسيحيين متطرف؟ الدين الاسلامي هو الدين الوحيد المتطرف، ولا يوجد تطرف الا عندكم في الاسلام؟ ليه كده؟ طب ما انا بحارب التطرف الاسلامي، كرست حياتي، ومش عايز اقول لك دفعت ثمن غالي لمواجهه هؤلاء الدون واصحاب الزبيبه، دفعت ثمن غالي لمواجهتهم، فهم الاقي الطرف الثاني يتهمني هذه الاتهامات بالتطرف. لا، طب اسمح لي برضه اسال حضرتك سؤال. معلش، نكمل بس حضرتك. فانا رديت عليهم، قلت مش هفوت حد، اي حد رديت طبعا، في بقى العقلاء وفي المحترمين طبعا يعني، وهم غالبيه الاقباط الحمد لله، لكن في اقليه متطرفه بطريقه بغيضه ومقيته، وعلى فكره حججهم هي حجج الطرف الاخر. نفس المتطرفين الاسلاميين، نفس الحجج ونفس الكذب ونفس اللوعة، وان احنا ديننا هو احسن دين ودين التانيين هو اللي غلط. ما هي دي اديان كلها، مين اللي نزلها؟ مين اللي نزل الاسلام والمسيحية؟ مش هو رب واحد؟ طيب، هنا اسمح لي، انا طبعا متفق مع حضرتك ان التاريخ مليان باحداث مؤسفة ومؤلمة، بس خليني اخد جانب المتطرفين المسيحيين دولت. مثلا لما بيحصل اعتداءات على كنيسة، وعادة الحوارات دي بتنتشر لما يحصل اعتداء على كنيسة، تفجير كنيسة الى اخره، فيجي هو لما يجي بقى حد، عشان بعض الناس برضو يحاولوا لك تطرف هنا وتطرف هنا، فيجي يقول لك ايه، انت سمعت واحد مسيحي فجر جامع؟ انت ازاي بتتهمني زي دول؟ فهنا بتجد حضرتك ان النبرة بتاعت التطرف زادت، لان هو بيشوف انه انا ما عملتش زي ما ده بيعمل.
مظبوط. طبعا حضرتك بتتكلم عن تاريخ لا 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 خلاف عليه. لا 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 مظبوط، عنده حق، واللي يقول كده عنده حق. لكن التطرف والتعصب ليس فقط بالقتل، وليس فقط بوضع قنبلة، وليس فقط بإحراق كنيسة أو تطرف بإحراق فكري. جامع. التطرف في القلوب ده أخطر. التطرف في القلوب يدمر نسيج المجتمع. ما أنت لما تيجي تقول لي المسلمين دول كلهم هم سبب البلاء وهم، ما أنت هتخلي ولادك يطلع يكره شركائه في الوطن. ده احنا شركاء في الوطن. طبعا طبعا. فانت انا لو كرهت المسيحي ابقى انا بضر نفسي وبضر بلدي، والمسيح اللي يكره المسلم يضر بلده. يكره التطرف طبعا زي ما انا بكرهه، ويقف ضد التطرف، وانا اول واحد يطالب المسيحيين او يطلب من المسيحيين انهم ما يسكتوش عن حقهم ويطالبوا بحقوقهم ويعترضوا. يعني مدير المدرسه ده اللي قال لك انا مش هدخل مسيحي، سوهاج طول ما انا في المدرسه، ده انا كتبت عنه كتابات جامده جدا جدا، وقلت يا جماعه ما تسكتوش عن حقكم، لان ده راجل يعني بيسيء، متعصب وبيسيء الى البلد. فهو دي المشكله، ان هو بيقول لك التطرف هو القتل لا مش بس كده، لا التطرف في القلوب لا يقل خطوره عن التطرف بتاع الـ يبقى إذن الأفعال. سبب رئيسي من أسباب تخلفنا التطرف الفكري والديني. سبب تاني. بالظبط كده. سبب تاني النفاق والكذب. وأنا الحقيقة في هذا الكتاب جبت أمثلة للكذب في التاريخ. لانه في حاجه عندنا في الاسلام اسمها التقيه. التقيه دي هم يعتبروها مش كذب، لكن هي في واقع الامر كذب. ما هو المتطرف ده، حتى المتطرفين للاسف المسيحيين، واحد مثلا كاتب لي انت متعصب، لا يوجد مسيحي واحد لا يحب المسلمين. ازاي هو دخل قلوب الناس يعني؟ انت كذاب، اسف جدا، انت اللي كاتب الكلام ده كذاب. فالكذب والمواراة والمضاراة، ده في حاجة عندنا اسمها المعاريض. المعاريض؟ المعاريض بالضاد. بالضاد. آه. المعاريض يعني ايه؟ المعاريض يعني انا اقول لحد حاجة وانا في ذهني حاجة تانية. مثلا الاسلاميين بتوع ايام مرسي وبتاع لما جم الحكم قال لك نحن نريد دوله مدنيه. طبعا المفهوم بالدوله المدنيه يعني ايه؟ دوله لا دينيه، دوله غير دينيه. فهم بيريحوا الناس ويقول لك احنا عايزين دوله مدنيه، لكن هو بمخه ايه؟ ذهنه حاجه تاني خالص. الدوله المدنيه هي دوله غير عسكريه. ده اسمها المعاريض، انك انت بتلعب على كلمه بحيث انك انت حتى في قصص شهيرة، واحد يقول لك ايه؟ والله انا رايح للحكومة بكرة، رايح لل او لا اسف، رايح للجماعة. يقصد مراته يعني. رايح للجماعة، هو رايح لمراته الثانية كمان يعني. ده برضو سبب مهم جدا من النفاق والكذب. النفاق والكذب. السبب الآخر الايه؟ رفض الأفكار الجديدة. يعني إحنا مجتمع منغلق على نفسه جدا ويكره كل ما هو جديد. نقدس القديم. يقول لك كل جديد بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأنت بتخوف الناس من أي فكرة جديدة، أنت منغلق. ومنغلق بغباء. يعني انا اديت مثال في هذا الكتاب لما جه بونابرت، نابليون بونابرت غزا مصر سنه 1798، يوليو 1798 دخل مصر. لما دخل مصر هو يعني كما تعلم طبعا حضرتك انه كان جاب مع علماء، تحديدا 158 عالم
في شتى المجالات، وطلب منهم انهم يدرسوا هذه الحضاره. احنا كان الاهرام دي احنا ما كناش نعرف عنها حاجه، وكان لما يسال حد يقول لك دي بناها سيدنا ادريس، ودي بناها مش عارف العماليق، احنا مش عارفين ايه الاهرام دي خالص، ولا مين اللي بناها، ولا بناها ليه. فنابليون جاب معاه هؤلاء العلماء، يقول لك ادرسوا بقى البلد دي والحضاره العظيمه دي، الحضاره الفرعونيه اللي احنا مش عارفين عنها حاجه. فدول انكبوا لدراسه مصر، وخرجوا بكتاب، هو مش كتاب كده، هو كتاب على فكره موجود نسخه منه اصليه في بيت سفير فرنسا هنا، وريها لي. كتاب طبعا حوالي 15 يعني يزيد عن هذا الحجم، يعني وصف مصر. ده كان بدايه بقى النهضه، وبدايه لازم نعترف بكل ده، لازم نعترف بكل ده. يعني انا حب البلدي ما يخليش اقول لا والله ده انا بلدي احسن من فرنسا، لا، هم احسن مني دلوقتي من الناحيه الحضاريه ومن الناحيه الثقافيه ومن الناحيه الانسانيه. لا، الناحيه الانسانيه نحن لا نقل عنه طبعا على فكره، وفي الذكاء لا نقل عنه، لكن هم عندهم النظام والحكمه واستخدام العقل واستخدام الحس النقدي. يعني دي برضو دي نقطه برضو في اسباب التخلف هنجلها بعدين. فالمهم باختصار جاب هؤلاء العلماء يدرسوا مصر، واحد فيهم يعني متخصص في الاحياء، الاحياء المائيه بالذات يعني تحديدا، فجاي يدرس الاسماك في النيل وفي البحر، بيدرس انواع الاسماك. فنابليون انشا حاجه اسمها الديوان. الديوان ده كان يعني يجتمعوا فيه ويتكلموا في شتى الموضوعات العلميه. فجاء هذا الرجل الفرنسي بقى ايه، بعد يا عيني قعد شهور طويله يدرس، فجاء قعد قدام المشايخ بتوعنا وقال لهم يا جماعه دي دراسه، وانا درست عدد الاسماك، ونبدا بالنيل. فتصدى له واحد اسمه الشيخ المهدي. الشيخ المهدي تصدى ليه طيب؟ ما انا هقول لحضرتك. قال له هذا كلام فارغ، اياك ان تكمل هذا موضوع محسوم، ونحن نعرف عدد الاسماك. قال له تعرفهم ازاي؟ قال له سيدنا محمد قال انه في 30,000 كائن حي، منهم 20,000 في المياه و10,000 في البريه على الارض. فاقفل الموضوع. الراجل الفرنساوي طبعا خاف طبعا، وقفل الملف بتاعه وانتهى، وما اتكلمش مع هذا الرجل. فطبعا هذا الحديث غير صحيح وغير موجود، وانا دورت عليه غير موجود طبعا، يعني لان انت عارف عدد الاحياء قد ايه. قصه نبيل، عدد الاحياء النهارده اكتشفوا انها 8,700,000 8,700,000 كائن حي على وجه الارض، طبعا في البحار وفي السماء وفي الارض. 8,700,000 عدد مهول، عدد رهيب، مش 30,000. فالمهم ان التاني اغلق مخه. خلاص قفلوا بقى، قفل مخه. فقفلت المخ دي ورفض العلم دي من اهم اسباب تخلفه. انت النهارده في شيخ كبير لا داعي لذكر اسمه سيطر وهيمن على عقول المصريين لمده 40 سنه، ها، وانا متاكد ان المشاهدين عارفين من الذي اقصد. قال في يوم من الايام، وانا شفته بعينيا في التلفزيون، بيصرفوا ملايين على الاقمار الصناعيه، فديتنا بايه الاقمار الصناعيه دي؟ ايوه. وراح مطلع كلينكس، الكلينكس ده، هو كان بيتكلم كده بطريقه فلاحي كده، الكلينكس ده اهم من كل الاقمار الصناعيه دي عندي، او بمسح بيه وشي. الاقمار الصناعيه عملت لي ايه؟ طبعا النهارده انت لو افترضنا جدلا انك انت لغيت الاقمار الصناعيه من العالم، الحياه هتتوقف على الارض طبعا. وكان يشتم الغرب يروح يتعالج بره، ويشتم الغرب ويروح يتعالج بره مثلا يعني. فاللي انا عايز اقصده ان انت اذا اغلقت عقلك ورفضت العلم، رفضت التطور، رفضت البحث العلمي، فكره البحث العلمي. وعلى فكره فكره البحث العلمي دي، ده العلماء العرب او العلماء الاسلاميين العرب، ما كانش كلهم عرب يعني، كان فيهم فرس وكان فيهم
قلت له فرصه اساسا. هم اللي خلقوا فكره البحث العلمي، انك انت تتجرد من ارائك المسبقه وتفكر بطريقه علميه. دول لا، عايزين يوقفوا ويغلق عقله ويرفض كل شيء في بحث او في فكر يتناقض او يتعارض مع اوهام في مخه هو. طيب حضرتك ذكرت الحاجات دي وانا متاكد ان في حاجات تاني كتير. طيب لما نيجي بقى الحس النقدي، الحس النقدي احنا ما عندناش الحس النقدي ده خالص، احنا مفيش، احنا ممنوع الحس النقدي، احنا بنتربى على اننا لا ننقد. اللي يقوله المدرس شيء منزل، اللي يقوله الشيخ في الجامع منزل، انا ما افكرش افكر فيه ازاي، افكر ما اقدرش افكر فيه، الشيخ قال كده او المدرس قال كده. فانت في البلاد اللي هي متطوره بيربي في الاولاد الحس النقدي، انك انت لا ما تاخدش كل حاجه اقولها لك على انها منزله، لا مفيش مسلمات، مفيش مسلمات، فكر، ركز، ابحث، جادل عشان توصل للحقيقه. استاذ شريف، طيب حضرتك قلت لنا يعني لماذا تخلفنا؟ لو احنا عايزين نحط روشته علشان نتقدم برضه من خلال خبره حضرتك وسفرياتك وقراءاتك، ازاي نطلع من التخلف اللي احنا فيه ده؟ طبعا الموضوع مفيش يعني عصا سحريه تخرجنا من هذا، لكن هو نعمل بالضبط عكس اللي احنا قلنا عليه. يعني ان ننفتح على العالم، ان ننفتح على الافكار الخارجيه، ان نتوقف عن قبول المسلمات ونغلق عقولنا على اوهام، نتوقف عن الكذب. الكذب النهارده بقى في مصر للاسف الشديد يعني هو الطبيعي للاسف الشديد، يعني خلينا نعترف بهذا وفي كل المجالات وعلى كل المستويات مفيش شفافيه. يعني انت دلوقتي مثلا يعني طردت صحفيه اسمها ليليان داوود، ما عنديش اعتراض، انا ما اعرفش عملت ايه، ما عنديش اعتراض، مفيش مشكله، وانا ما كنتش يعني من المعجبين بيها قوي الحقيقه يعني، لكن طيب طردت ليه؟ ما لانك مش معجب بيها. اتطردت ليه؟ ايه السبب؟ عملت ايه؟ انت عشان تطرد صحفي، الموضوع مش الشهر اللي فات طرد صحفي فرنسي. من لاكروه. طب لازم نعرف ليه؟ مفيش شفافيه. مفيش شفافيه في المجتمع. انا مش بقول السلطه والحكومه، لا لا. ده حاجه بقى لها مئات السنين عندنا. مش ممكن يكون في حاجات بتدخل كده تحت اطار الامن القومي والامن الوطني ومش يقال. يمكن يتقال لنا دي اضرت بالامن القومي، لكن مش ولا كلمه. مفيش ولا كلمه خالص، ما نعرفش اي حاجه. وعرفنا من المحامي بتاعها ومن جوزها السابق بصري، هو اللي اعتقد هو اللي كشف، هو المحامي بتاعها. طب بخصوص التطرف الفكري والديني برضه نعالجه ازاي؟ ما هو بص حضرتك، احنا خلينا نعود الى الوراء 100 سنه. 100 سنه يعني قول 1916 كانت مصر في حاله سماحه، وكان اتحاد الصليب والهلال، وكنا داخلين على ثوره 19، وكانوا المسيحيين واليهود ايضا بيلعبوا دور في منتهى الاهميه في البلد. كان في يهود في مصر؟ طبعا، كانوا 80,000. 80,000 يهودي؟ 80,000 يهودي في مصر. طفشوا. النهارده عددهم في حدود 15 شخص للاسف الشديد، وكلهم من العواجيز. مشوا كلهم. ودول كانوا ناس يحبوا مصر جدا. خلينا في المسيحيين اللي هم طبعا اللي هم اكبر اقليه في الشرق الاوسط. اكبر اقليه في الشرق الاوسط، وهم يعني جزء من يعني هم يعني جزء من نسيج البلد. يعني هم موجودين قبلنا. مش كده ولا ايه؟ فانا بقول انه في ذلك الوقت كان العصر الذهبي
للتسامح والتفاهم، وكان مين؟ كان رئيس الوزراء، كان اللي هو بيحكم، مش رئيس الوزراء بعد كده من ساعة ما جالنا النظام الرئاسي، رئيس الوزراء هو منفذ في ذلك الوقت، لا رئيس الوزراء كان يحكم لأنه كان بيجي بالانتخاب، فكان رؤساء الوزراء مسيحيين في مصر طبعا، بطرس غالي، وهبة، قبليهم كان اسمه ايه ده، ما كانش قبطي لكن كان مسيحي، اسمه كان في تاني، أسماء كتير. كان رئيس وزراء، كان رئيس وزراء، فكانوا رؤساء وزارة يحكمون البلاد، مش وزير، وطبعا نسبة وزراء كبيرة. احنا النهارده مش قادرين نحط محافظ مسيحي مثلا فاللي انا عايز اقوله ان انت بتسألني حضرتك نرجع ده ازاي، طب ما احنا كنا كده، احنا كنا كده، مش يعني ايه اللي خلانا بقى يحصل لنا عملية ردة حضارية وردة فكرية وردة ثقافية، ان احنا اطلقنا الغول، غول التطرف، وهو الجماعات الإسلامية المتطرفة وعلى رأسها الإخوان المسلمين، هذا غول أطلقه للأسف أنور السادات لمحاربة التيارات اليسارية والناصرية والاشتراكية والمركز أيا كان. يعني أستاذ شريف، حديثك شيق وأعتقد لابد أن نستكمله في حلقة مقبلة. زي ما شفنا عزيزي المشاهد أنه التخلف له أسباب، وإحنا لم نتخلف صدفة، لكن إحنا فعلا كان عندنا عوامل أدت إلى تخلفنا، التطرف وعدم وجود العقلية النقدية مع النفاق مع الكذب مع كل هذه الأمور. لكن العلاج يعني برضو مش هنخترع العجلة، نقدر نشوف الغرب كيف تقدموا. نتمنى ان الوقت الجاي فعلا نكون بنشتغل كل واحد فينا في موقعه وفي مكانه، نكون بنشتغل علشان بلدنا منطقتنا تبقى منطقة متقدمة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني الا ان اشكر ضيفي الكريم الاستاذ شريف الشباشي، شكرا جزيلا لوجود شكرا حضرتك لحضرتك. معانا. اشكرك عزيزي المشاهد لمتابعتك لحلقتنا، ونتقابل مع بعض الاسبوع الجاي في حلقة جديدة وبرنامج طريق التنوير.